قاعدين وصايرين. الله يسلمك. كيف قاعدين وصايرين؟ اخي شرب شاي قبيل ما كنت انا. خلصنا بلا شرب شرب. اسلم عليك يا شكرا. خير يا جار خير خير. بعد الصبح خير؟ شو صار معك؟ ما عم بعرف اتعامل معه. اصعب شيء بالدنيا يا جار انك تحس ابنك قدامك ما في تقاطع بينك وبينه، يعني علاقة أب وابنه. أنا لما كنت بالسجن كان عندي أمل إني أشوفه، بس قسما بالله العظيم شوفته هلا أصعب من أيام السجن كلياتها. عم حسه بعيد عني وأنا بعيد عني. أنا ما بدي منه شيء، أنا بس بدي أقول له أنا بحبك. ضمه شمه. الله يفرج الله يفرج. طول معك طول معك. شراب شاي شراب شاي. روني دماغك شراب شاي. تفرج تفرج ان شاء الله. تفرج تفرج الا ما يرجع لنفسه. يعني انت ما عرفتي للشاب؟ ما بعرفه بنوب. لك لا بعرفه ولا بحياتي شفته ولا حكيت معه. طيب فهمي له رشيد. لك فهمته وحكيت له كل القصه، بس ما بعرف حسيته ما صدقني. عيونه كلها كانت نظرات اتهام. ما بعرف شو قلك. خلص لا تقلي لي شيء. حقوم شوف ابوك بيكون اجا من المحل. تلاقي قاعد غرفة ماما. يا علينا شو بيكونوا عم يعملوا هلا؟ والله ما بعرف. رهف انت حاسه معي انه ابوك متغير بعد العمليه؟ كمان ما بعرف. خليكي ما بتعرفي. شرف معلم. شو هدول عروة؟ هدول إقلال. ايه معك حق، يعني نحن نزلنا شوي الأسعار مشان العالم تشتري. مظبوط. عروة انت بتعرفني منيح وبتعرف انه اللعب معي مأذي. لا يا معلم، ليش مين بيسترجي يلعب معك؟ قلت لحالي. شوف نحن صار لازم نكبر شغلنا شوي، يعني هي قصة الخطف عجبتني، مشان هيك بدنا نستعجل بالعملية. عمرك اطول من عمري. حوالي زلمتين معباين على الآخر، وأنا هلأ عم شوف مين الأنسب بيناتهم مشان نطفي ونخطفه. بس بيني وبينك يا معلم أنا كتير خايف، يعني هي الشغلة مالها صغيرة، هي شغلة كتير كبيرة. لا مالها كبيرة. أنت اعمل اللي عليك، اترك الباقي علي. بس عم أقول لحالي ناقصنا شب. خلي أبو السمر يخطف، بدنا واحد يراقب. شو؟ اتفقنا. منيح. يا ابي ما قلت لك لا تفوت علي هيك. تفوت ولا قوه الا بالله العلي العظيم. منك شفت لي شاحن موبايلي؟ لا ابي ما شفت. ليه لذوق؟ من شغلي يا ابي. شو يعني من وين؟ سارقهم مثلا؟ لك يا عيب الشوم عليك وعلى الترباي. يا عيب الشوم عليك وعلى الترباي. لك هيك بتحكي بقى ابوك؟ لك عم تتمسخر علي؟ لانك ابي مالك طبيعي، بدل ما تيجي تسالني شبني وشو صاير معي جاي عم تخانق وتعيط. لك بتهد لي حيلي لما بتحكي لك. لك انا شفت الموت وما نمت عيني. لك قل لي منين المصاري؟ منين جايبهم؟ مصمدهم ابي مصمدهم. لك منين مصمدهم؟ طول بالك. لك تعي شوف يا اخوكي مثل المطارح ما حدا بيفهم عليه. لك يا الله رجعنا رخنا. لك كمان انت الثانيه. لك الله يخدم عليكم الله يخدم عليكم. هيك حظي انا لا اكو لا ام عندي. الادب مع ابوك اكثر. شو رايك؟ روح انت بافلامك. يلا لبرا يلا. Thank you.
وين نديم؟ ولك شو باكلها؟ ليش هيك مفعمة؟ ما في شي، ضايش شوي. إذا ضايش حقك على راسي. ايوه طيب، هيك شو رأيك هيك بسهرة تسر القلب والعين؟ ايه هنيك بنحكي على الشغل. أحسابك ولا أحسابي؟ أمرك سيدي، بعد ساعة هنيك. ها حاضر، الله معك. طالعين نسها؟ هالولد مو عاجبني بالمرة، يعني قلبه ميت بس ما عرفان شو بده. أنا هي النوعيات بخاف منها، بتعرف؟ لازم نضل حواليه مشان يغرق أكثر. هلا المهم شو مشان الطاخ طيخ والبوم؟ تأمنوا، بس ناقصنا رجال. ايه هدول ريسبشن عندي. والله هاي البرع منيح، هاي البرع البيت. بس هاي عيونك. يلا يلا كتاب يلا. تعال العب. سامر سامر، هذا مو رامي. لك شو بدك فيه؟ رامي رامي. الله حيا معلم نديم. الله حيا بالنوم. ساعتك على عوايدك. ركز معي رامي. ايه معلم، شو عم تعمل هالايام؟ على حد علمي ولا شيء. لا لا عليك، لساتك نمر مثل ما بعرفك. لا يا معلم، ديبك انا. ليش هيك صاير عندك السردين؟ ويان عصاك ها؟ ليش انت حطيت رجال بنصي بالله؟ خلص سمرا ركز معي. راسي واحد رجال على كيف فيك، درج ولا لا؟ يا معلم، قتال شوارع، دوش كروسية، بس اللي انت. نطلع الفلوس؟ حصل. الو؟ قل لي أول شيء، إمتى طلبت السجن؟ والله ما صار لي شهر، هلا طالبيني بدعوة، بس قتلة مسكين. انسى منيح اللي طفيته، بالعاده بنام وبضل شاعل. صباح الخير. ايوه يا الاشياء والله حيوه الحرومي. حتى هو استعاره يا عاد، انت حشتنا طرف الرقاصه عاد. استنى يا غسله، علمك التدخان ما علمك التدخان؟ علم قل له هون حاشي شفنا. وصلت سمراء وانت رضا قلنا هيك. هاي الروي شوف الواد العروج العروج اليوم. والله العظيم شيل عليا، زعل منه. اوعى تعطي والله هيك زيادة. ليه رحت يا ليه؟ اوعى سمرة عيونك والسمرة والسمرة العب. لا لا بس مبسوط. غلط شي اذا كنت مبسوط؟ لحظة، انت بتتضايق اذا انا كنت مبسوط؟ ما اقسم بالله بحس انك الاب الوحيد اللي اذا ضحك ابنه تسود الدنيا بوشه. لك وين كنت؟ وين كنت؟ سهران مع رفقاتي. كتاني سهراتك مع رفقاتك؟ منين عم تجيب مصاري؟ عم تسرق بونوي. شو؟
لك الله لا يخليني إذا بخليك بهالبيت. الله لا يخليني إذا بخليك بهالبيت حتى لو كان حق علي تربيتك. الله يغضب عليك. صاري بس علي شو الولد هاد يا رصيف. يا رصيف على الجيل يا رصيف. لك شو وصل له الجيل؟ أنا وين بدي نام؟ تعال نام بحضني ولا أقول لك بتختي؟ روح رمالك بأي زاوية هون. إيه بس مو تفيقوا بكير واضطرتوا تفيقوني. لا نيمنا على كيفك وفيقنا على كيفك. ها؟ ما خلصنا وهداري أنت وياه بقى. لا تقول أنت وياه وتقارني فيه نذيم. مثل ما بدك أبو سمرة، على أساس إنك كبير أنت. اطلع من راسي يا، روح اندفس أنت. خليه يطمن. لا مو معه. اوه اطلع هيك لا خذ عادي خلص. خير دكتور وشك ما يتكسر طلع معي سرطان؟ لا يا رجل امورك منيحه الف سلامة. بدي اعطيك الفحوصات. ليش دكتور؟ دكتور لو سمحت لما تتدخل. بس أنا ما تدخلت، هذا فحص مخبري وأنا بدي أعيد الفحص المخبري. ما بصير دكتور، ما بصير نعرض المريض لخزعة جديدة وتخدير موضعي. نحن بمؤسسة والتقرير كتير واضح، يعني ليش لحتى نكلف الدولة تكاليف جديدة؟ ها؟ اللي عم شوفه بالمشفى يا دكتور خلاني ما عود وثق لا بالدكاترة ولا بالتقارير، عشان هيك لح أرجع كلف الدولة وعيد الفحص المخبري. كلين هذا رأيي. كنت بتعرفي إنه أمك تنبسط لما تسمع هاي الغنية؟ ما انتبه. معقول نحن الاثنين ما انتبهنا؟ بس ليش حبت هاي الغنية بالذات لها؟ بجوز ذكرتها بشي ذكرى حلوة عندها. هلا قلتك هي كانت تحبه لأبوكي؟ على أساس نحن كثير بنعرف شو كانت تحب وشو كانت تكره. المهم إنه ضحكت. Thank you.
منيح لحقت عند الدكتور كيفا؟ شو اخبارك؟ اخذنا خزعة من يومين صار عليها اشكالية واكثر من رأي طبي. بما انه هذا اختصاصك حابب تاخذنا اياه انت، شو رأيك؟ انا طالع برات مستشفى خدعي. جهزنا الامور كلها تجهز الغرفة. والله يعافيني طالع فور. طيب شكرا. اهلين دكتور. اسف على الطلطة. هدول راوند. هذا لسه ما اشتغل شيء. رامي بيشتغل. بشوف بعد كل هالنفخ والتكبير بالراس شو رح يطلع معه. الحجر اللي ما بيعجبك بفجك. لو لا يكون الحجر بالاول بحصه وبتكون مكبره. سامير شو بك؟ ما كنا نعرف نخلص من الولدني؟ اللي في اسماء ببالك؟ لا والله، بس خلينا ننطر ورقة عروة. بدنا عالم جيوبة تكون كتير واوا. ها لا ما ضروري، الكبار لاحقين عليهم شوي شوي. شو رأيك لك نقوم ندور على شي حدا بالحارة؟ سامير مو التنفيلك هلا؟ افتح الباب يا صغير، إذا طرشان معك مصاري فيك تروح جيب سماعات. أيوة ما تقول حضرتك يعني. سامير شبك؟ ما خلصنا ولدني بقى؟ عم نقول لك فايتين على مرحلة جديدة وشغل جديد. لسه بدك تتولدان؟ علي العروش فوت. مرحبا شباب. ألك النسيفة شو مطمئن؟ مشي الحال معلم، شربونا شاي لنبلش. رامي هات كاسة شاي. هات شو اسماء جديدة؟ معلم أنا اعتمدت على عارف. وصلنا لختام فترتنا لليوم والاستراحة. ساعتك حلوة. صرنا 10 سنين أنا وياكي، كل واحد منا بنام لحاله. لك أنا ليش صار فيني هيك؟ واحد بيتجوز وحدي تنتين وثلاثة وأربعة، أنا مرة واحدة ما عندي. بتعرفي بعد مرضي أولادي كلهم فلتوا، عروة عم يتمرد علي، رهف مطنش على كل شيء. بس لا 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 ضل أنا أبو عروة، أبو عروة سيد هذا البيت كله. إيه سيد البيت. شو النتيجة؟ إيجابي. شو يعني؟ مبروك عمرك، جايك حفيد. Thank you.
حاليا عارف اكثر واحد عندي معلومات عنه، وانتو بتعرفوا انه هي الشغله مالها سهله. عروه مو نبلش بالعمليه ونخاطر بحالنا ويطلع زلمتك هاد مو متسم بالمره؟ اوعى. شلون يعني مو متسم معلم؟ ما انا كنت اشتغل عنده، زلمه عنده محلات ومطاعم بكل البلد، يعني اكيد متسم. المهم هلا خلينا نجرب حالنا بهذا اللي اسمه عارف، شو ما طلع لنا منه منيح بعدين بدنا صيدي قد سما. معناتها اسمعوني خيو، هذا الزلمه بيخلص شغله كل يوم الساعه 6 المساء، بعدين عنده طريقين، يا اما بيروح على القهوه يبلش طق شده للصبح، يا بيروح عند مرته الثانيه. ايه وانا شو بدي بالمعلومات كلها هاي؟ جايك بالحكي، هلا في قطعه كهرباء بنستناه ليطلع من عند مرته وبنصيده. بنصيده؟ شو حبيبي اللي بيشوفك جامع هالتفاصيل الكثيره هاي؟ بيقول صار لك عم تراقبه شي سنتين واحنا ما صرنا حاكين بالموضوع شي. لو سمحت سامي، هي شغلتي. لو سمحت عم يقول لك هي شغلته، الزلمه فما شو عم يعمل، يعني انت بتتدخل بكل شغله والله العظيم ما عم شو بدي اقول لك. مين هذا؟ عروه. عروه يستر على عرضك، انا مالي مجنون لحتى افوت بعمليه، ما بدي اعرف منين جبت هالمعلومات خلال الكم يوم. بلشنا نشك، واذا شكينا بنغمق مو مصلحتك. لا اخي كل شيء الا تشك. رح احكي لكم، انا كنت ماسك حسابات المطعم تبعه واجا قال لي بده يصلح غرفه النوم، وانا ابي هي مصلحته، حملت حالي ورحت انا وابي لعنده، وهنيك نحن وعم نحكي فهمت انه هذا بيته الثاني وبيته الاساسي بالمسجد، هي هي القصه. عروة لا تجنني، اعطيني الزبده من الاخر، يعني بدي اعرف لما اخطفوا لهذا البطيخ بدي احكي مع مرته الاولى ولا مع مرته الثانيه؟ لا اكيد بدنا نحكي مع مرته الاولى، شو بدنا بالثانيه؟ الثانيه ما حدا بيعرفها، الاولى هي اللي بالعالم. كلامك اللي عم تحكيه هذا كان من سنه، بركي هلا طيب غير بيته، استأجر غيره، سافر. بزعل منك سامي، عم أقول لك صار لي يومين عم راقبه، ما غير شيء لساته على نفس السيستم. أروح حبيبي، خدني بحرامك، معلش خدني على قد عقلاتي. يعني أنت رحت لعنده وشفته؟ لا أكيد ما رحت شفته. أنا كنت عم راقبه من بعيد. بعدين أنا كنت متأكد إنه ما حيغير شيء بحياته إلا إذا كان مطلقة يعني. يعني أنت شو اللي خلاك تتأكد من هالشيء؟ كل العالم بعد الأربعين سنة ما تغيروا شيء بحياتهم، بيرسموا خط واحد وبضلوا ماشيين عليه. ريسبشن ستيج. حلال عليه عمي، صح كمان يعني مباشر؟ مباشر. علماء رفعوا اسم سورية عاليا. ايه بعرف حافظتك اللبس، والله مالي خلق على الدراسة. يلا بلا عونطة، باقي لك سطرين لسه ما خلصت، كمليها. لا بدي ادرس ولا بدي ارتاح، بدي اشتغل معك، وبس تجي مرام هي بتدرسني. مرام ما انا جاي للمسا، وانا ما بدي اياكي تساعديني، يلا خلصي يا قوام. ايه خلص لك، بس تجي مرام هي بتدرسني. إيجابي. إيجابي؟ إيه إيجابي. الحمد لله. إيه. الحمد لله.
منين بدنا نسمع؟ انت حاجبتنا على قرني، لا هابوب ولا دابوب يا زلمه، بعيده عن كل شيء. طيب ماشي، هلا منشوف. الله حي القوس، الله معك. شو مزبوط هذا الحكي اللي عم نحكيه ولا عم تقول لك صاحبك؟ قال انه شاف دخنه قويه من بيته طالعه، وشاف على التلفزيون انهم طالعين خبر في انفجار. ايه راما، ايه حبيبتي، منيحه منيح، انتو شلونكم؟ طيب يا قلبي ديروا بالكم على حالكم، يلا باي. انطلقوا هذه الصور الأولى التي تريد. إذا حصلت علينا صوت الصورة لننقل لكم، فعشرات السيارات تفحمت وباتت على الهيكل بسبب. شفتي شو صار اليوم؟ الله لا يوفقهم، كثير مقهورة. كمان زعلانة لأني غلطت مع راما وضايقتها بدون قصدي. ماما، ماما انصحيني، أنا بخاف من كل شيء، من اللي عم بيصير، ومن بابا، من إني أتعرف على شاب أو أطلع من البيت. ماما، طمني عنك أبو عروة، كيف حاسس حالك؟ الحمد لله، إن شاء الله أحسن، إن شاء الله أحسن. إن شاء الله مع قلبك شر. الله يخلينا يا رب. أهلين برهف. كيفك منيحة؟ وين ما عم نشوفك؟ والله يا رهف طول النهار شغل بهالبيت، بعد اللي صار اليوم بنوم ماني منيحة. الله يكون بعون العالم. إيه والله مناظر بتقطع القلب. يا حرام هالعالم، لك شو ذنبه؟ نسران لك الولاد. الله يحمي هالناس، والله نحن طقينا ما بقى ناقصنا قهر. اي والله يا سعاد خانم، صدقيني ما حسيت كمل الاخبار من قهري ومن زعلي. شي بيخلي القلب يتقطع تقطيع. مع انه مو وقتها، بس انبسطت لك كثير لما عرفت انه جايك ورد، ان شاء الله يكون عريس. هذا اخو رفيقتي ورفيقتي، امبارح اجوا سهروا عندي. أيوة. شو صار؟ ما صار شيء، قلبي ما له فلو. شفتي يا سعاد خارو، راما بدها تعمل رسالتها فيلم وتصور آل المرضى، ومن بين المرضى بدها تصوره هون أمها، بدها تفضحنا بين العالم. شو رأيك على الشغلة بقى؟ بابا المرض مو عيب، يعني كثير عالم امهاتهم مريضه، والقصه ابسط من هيك، بعدين شو دخل هذا الموضوع باللي صار اليوم؟ مشان يصير على كل لسان؟ يقولوا مرته لابو عروه مجنونه؟ لا يا ابو عروه، شو هالحكي هذا ما حبيته منك. وليش مو حلوه؟ يعني يا ابو عروه، انا برايي انه كثير حلو تحكي عن هالمرض طيبه، تحكي عن حياتها قبل، عن عشرتكم مع بعض، كيف ربيتوا هالولاد، بعدين انت زلمي وفي، يعني صار لك عايش معها سنين وهي ما بتعرف مين انت، انت من الرجال اللي بينضرب فيهم المثل.
اتصال. هلا انا بالنسبه لك شو؟ زوجي وابو ابني. انا لايمتى بيتم نام بالصالون؟ ولايمتى بيتم بحس حالي غريب عنكم؟ محل ما بدك تنام نام، بس انه نرجع مثل ايام زمان صعب كثير. رائد مانو قبلاني ولا انت قبلانيتني. ليش ما عم تحاولوا تقربوا مني مثل ما انا عم حاول اقرب منكم؟ ليش؟ اذا بدك نام بغرفة النوم، انا بنام بالصالون. انت بتكرهيني وصال؟ احكي. انا عرفانة انك رح تحكي هيك. انت ما بتحب الا حالك. ما صار لك اسبوع طالع من السجن، ومن وقت ما طلعت لهلا وانت عم تحكي عن معاناتك هيك. ما بتطلع شيء قدام معاناتي لما ربيت ابني لحالي وواجهت المجتمع مره لحالها. شبنا بهالسرعه هي بدك تصير قريب مننا؟ اخي اذا انت خرطت معك انا خرطت معي. شو قصدك؟ قصدي انه في شيء مو ظابط بكلامه. يا سيدي خليني اجي معك، ولنفترض انه هذا الزلمه عم يلعب، شو مصلحته من الروايه كلها؟ هي ما بعرف. انت عم تظلمه العروه، يعني الزلمه بعلنا لبضاعه وقبلك عم مخزنها، ولهلا ما شفنا منه ولا دق ناقص. نديم، بكل الاحوال ما لازم نأمن له. انت شفت كيف باع الشخص اللي كان يشتغل معه، ويمكن كان مأمنه على كل اسراره. ما بتعرف شو كان عامل معه، بجوز عامل له شي دق ناقص وهلا حب ياخذ بيتارو. على كل بكره بدوب الثلج وبيبان المرش، بس ما لازم نأمن له. ايه اختي اطلبي عيوني، بس ان شاء الله ما تقربين عجنانك. يعني هلا اذا ابوك وافق انت بدك تفركش لي القصه؟ يا اختي اقسم بالله عندي سرقه البنك اهون من اني اطلع بفيلمك، انا بتلبك خلقه ما بعرف احكي. لك عيب عليك تحكي بهي الطريقه. لك كل المطلوب منك احكي لي عن امك، كيف بتشوف مرضها؟ كيف بتحسه؟ يعني هيك قصص. هلا انا بدي اعمل كل هالقصص؟ ما بعرف بنزعلك فيلمك. مو على كيفك. بعدين هي اول مره بتطلب منك طلب. يا اختي اطلبي عيوني بس ان شاء الله ارحميني من قصصك. بعدين افترضي اني قبلت مثلا، شو بدي احكي؟ لك حبيبي انت ليش هيك؟ يعني بحسك عايش معنا بهالبيت وكأنك مالك عايش. في مجال مرة واحدة بس تحسسني انه نحن عيلة واحدة ومنخاف على بعض؟ هلا انت ما رح تتخرجي من جامعتك وتاخذي الماجستير الا تفوتي لي بقصص الكاميرات والتصوير؟ خلص اسمها رسالة ماجستير مو تصوير. خلصت؟ خلصت. بعد كل هالحكي مو على كيفك وبدك تصور معي، ماشي؟ تصبحي على خير. انصراف. كل عام تكون منك أهم ما تخاف. فرصة تعرف شوي شوي بس شوي شوي ما بدي بسم الله الرحمن الرحيم. رائد بابا بابا حبيبي رائد شباب رائد شو حبيبي شباب ما بصدقك وصال.
قولي قولي اعترفي، معلش سرك كبير. صدقني ما عم بقدر، مو بإيدي سعاد. طب وصال مو هذا جوزك يلي تجوزتيه عن حب؟ مو هذا كان اختيارك؟ معقول هيك الحب بيخلص فجأة؟ أكيد ما بيخلص الحب، هيك بعتقد، بس هو متغير كتير، البعد بعد ماله قليل. بعدين إن حاسسته صاير ضعيف هزيل، تخيل بده يعني أنا ساعده لحتى يتقرب من ابنه. طيب طول فترة محكوميته ما فكرتي تطلقي وتتجوزي غيره؟ كان كل همي ابني، كيف بدي ربيه وكبره، ما فكرت بشي. الله يخلي لك يا تسلم. أنا تعودت أحكي مع المرضى بصراحة ووضوح. هلأ خبرني أنه أنت معك سرطان رئوي دقيق الخلايا. قديش معي وقت؟ إن هذا إنذاره سيء من 3 شهور ل6 شهور، بس في كتير حالات تجاوبت مع العلاج لأنه رب العالمين هو الشافي.